عليكم، كيفكم يا أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. اليوم عنا أكلة تركية بدي أسويها مثل شوربة بس كتير طيبة. مرحبا فوليمن هونشونا رحاتنا شولين رندنا هرو خورن كاكي تشيكن. أصدقائي هون عنا جبت فروج كيلو ونص، قشرته الجلدة على السوا، قطعته هيك قطع بهالشكل وقشرت الجلدة وغسلته عفته على الطرف. هون عنا جزر وبطاطا وبصلتين. هلا بنفرم البطاطا، بنساويهم هيك شقف كبار، ما بنصغرهم. كتير طيبة هاي الأكلة. هذول مشي في من في هروك في شي في تشيكم من حاسكر أوارو بصورينم، إنه موجود متش تشيكم أزوارو بصورينم. بشي فوت شيكم برخوشة وخاصة نغنو فستون ايجي نغنو فستون تنعي يعني في قوارتو فستون اي برخوشة يعني تشيد تشيكا تعمي خونا كيخو برخوش تبي واكتر شي مطاعم تفروتون هفو وموجي قد شيدك المطاعم اكتر شي بيبيعوها وبالبيت كمان كتير كتير طيبة. هون فرمنا كل شي اسمه اشلمة طوق اشلمة. هون حطينا الطنجرة على الغاز، هلا بنحط هيك شوية زيت، معلقتين زيت ما بنكتره، بنفضي هلا كل شي، هلا شوي بنحمصه شوي بسيط مو كتير لتكتر زيت يفكرني. ونحن عمي هنا يعني شي سير شور دا قبله وتشكي هنا بترسي أنا يخنا هنا داخلين أنا بشتي فاتيكنا سكن كتشيكن. هلا من طالع هذا الشي ثلاث دقايق خلي يتحمر شوي عنا شي نحطه هيك طيبة، وبعدين نحط لحمتنا عشان نساوي. وفي منهم بيحطوا ثوم كمان، صرتكم تحطوا حطوا ثوم، أنا بحط هلا سمين ثوم كمان بس آخر الشي. هذا لنا كثير بيغا جامع هنا شرط أنا عنا حب أربع حبات ثوم نفرمه بس حرم بس قطعتين زيتنا عشان الأكل. هلا بطلعه بحطه بالصحن، بغلي شو اسمه الفروج، يستوي نص الفروج بحط البطاطا والجزر. فحطيت هلا مع الفروج البطاطا أول بستوي بختار البطاطا، لا نساوي هيك أحسن. هلا بنطلعه هالشكل، وحدة طلبت مني أكل تركي طبخ تركي، هاي مثل ما أكلكم هاي طبخة تركية. شوفوا الطريقة كثير نكهتها كثير طيبة، اطبخوها هيك والله جد طيبة ومفيدة، يعني فيها جزر وبطاطا وكل شيء ولاد بيحبوا هالطبخة. هذول من واكيم بقول ما بطاطيخ وجزاري خو في بوزيخ مع قورون دن ما دار خصن نحن نطلع كيف هم تشيك شيء بسيط نقص هون أو بكت مرة نبتانوك يوم نبتشالسه وعملوا بيت نحن دار بكت واكيم بقول تخور نبستونه خوش وقتك جي حازة كان يوني صحية وشيك انا قشكي خورا خوشة يعني بيجي حازة كان مالي مازن جي اما كل شيء دكم والله دي طريقة يعني از حاز كان داوة شيء دكم حرام نسان دوازن اشي دكم اما حاز كان مقور وورا اكي هن شيء كان مقور نازي وورا داخينم معني نساكن مصورينم. طيب هلا بدي افضي لتر مي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. هلا خلي تنغلى عنا شي نص استواء، قبل ما يستوي بنفضي البطاطا والهي. هلا بحط ملح حسب الرغبة اللي بتحطوها انتو، هاي معلقة حاج وكمان بتشوفوها بتدوقوها بدها ملح كمان بتحطو. حابولينا معنا كنو لترك اوفي خوكري بلو نكنو بكالي وبعد كالي يشامي تشكي بتاكمي او بيخون بكا حمو رو بيخو جينا بربي بس
وبعدي نفكالي بفارو جيمي باري تشكيرون بكالي امي بطاطي خو جزاري خو جي بعد نساب ورد كالي امي دينا وعم ساكن امي تشوشيك هفولي ما ماكو بوغ دينا سار بلو يوشوش بكالي اصدقائي حطينا هلا غطينا وخليكم غلا هلا بنشر رغبتنا هفولي من امي قموري خو كافي خو سارا بقرن الا فاروج دكالي الا كاف سارا دكري الفروج الا ينسلق بصير رغوة فوقه نشيل كل رغوتنا وخلي يعيف 20 دقيقة تنغلى بعد 20 دقيقة وفضي الجزر والبطاطا هبالي ما بيستقوا بلو فروجي ما بكالي بعدي بيستقوا امي بطاطي خو فروجي خو تيكني سكيكي تشوفي أصدقائي فروج عنا حاشته صار نص استواء هلا بدنا نفضي بطاطا والجزر وبصل مثل ما قلت لكم هبولي من فروجي مكالي يعني بطاطا ونجب كلام بس بهذا الشكل كلها بجيتي دو بكلم فيرو ام نخنا تشتينو كني امي تشكيدن بس ببارن خوراش تكني و هنا شيفي معونو تشدبي بعد شوي هلا بنحط معلقه بهار اسود ومنعيفه هلا مغطيه شوي خلي بس يستوي عنا بطاطا وجزر ومنطفي هي هلا بدي احط بهار اسود بسم الله الرحمن الرحيم هما شوي مو كتير هما حركه بسيطه هبل ما ببر ما ببر رش كدني طعمي خوخوش تبي اما كفشي كي تشوشك اي تشوي اما نوخنا دا قايدة بامرينا اما بقادمينا مساكن ام ساكن خونو ما قادمون نوخنا مي بامرينا تيكل ساني خو اصدقائي خلص طبختنا بهالشكل قدمته ساويته ان شاء الله يعجبكم حطينا بالصحن كمان شوف كيف استوى بهالشكل تتقدم مثل ما قلت لكم كثير طيبين نكهته وفضلوا تاكلوا اليوم عشانا هبولي من مخورني خونا تشيكر وشالو ينبعجبنا كوي عجبا جوا تشيكر ساعت بجانيوا طعمي خو برخوش تبي ومواكي قوت بنا رند كالي وساعت خوش وباي باي جوارو وخدي جواكي رازي بي وبايو